ولا تزال مصر تتمسك بالتوسط في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق متوازن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي. زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا ويؤدي لأضرار بالمباني في مدينة ملبورن. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الجديدة على شاشات قناة النيل، نبدأها بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر لا تزال متمسكة بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافياً لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين، مستنيدا في ذلك ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضاً إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية. وأكد الرئيس السيسي أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنت الدولة من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة. طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية، كونه يخلق مناخا صحيا يزدهر في إطاره الفكر الحر وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام. وأضاف الرئيس السيسي أن الإرهاب يظل من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية، مشددا على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري المتطرف. يظل الإرهاب كذلك من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف المتسبب في تلك الظاهرة البغيضة، وذلك في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم، بل تشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية.
كما أكد الرئيس السيسي أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021، كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرازق توفيق، مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ عبد الرازق، هذه الكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراءتك لأهم الرسائل فيها؟ يعني أولا أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. أنا في اعتقادي أن كلمة الرئيس اتسمت أنها كلمة شاملة، عبرت يعني عن شواغل ومصر بتتحدث نيابة عن دول العالم النامي، الدول الأفريقية، المنطقة. أعتقد كل القضايا، كل التحديات والتهديدات اللي موجودة اللي بتهدد سواء المنطقة أو أفريقيا أو حتى العالم أجمع. يعني خلينا أتكلم عن أهمية مساعدة الدول النامية والدول الأفريقية من خلال أيضا تخفيف أعباء الديون أو تقديم القروض الميسرة أو جذب الاستثمارات على أساس عادل. أعتقد موضوع اللقاحات وموضوع كورونا مهم جدا، لأن أكثر الدول سكانا هي الدول العالم النامي، الدول الأفريقية. لابد أن تكون عدالة في توافر اللقاحات للتصدي لجائحة كورونا ما بين الدول المتقدمة والدول النامية. أعتقد أن أيضا شواغل الدولة المصرية، الأزمات اللي موجودة والقضايا اللي في المنطقة اللي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل وكأننا يعني نعبر عن هذه الدولة التي تقود المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط، كان جليا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا سيادة الرئيس تناول القضية الفلسطينية كأحد الثوابت المصرية وكأحد أيضا أهم التحديات اللي بتواجه منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن التعويل على حل هذه القضية سيجنب الشرق الأوسط العديد من الاضطرابات والصراعات وسيعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة المضطربة. أعتقد أن الموقف المصري واضح بشأن القضية الفلسطينية، فهي الراعي التاريخي اللي مصر دايما، يعني حتى الفترة الأخيرة شفنا الدور المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يعني إحداث أو الوصول لهدنة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات ومبادرة ال 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وعلاج الجرحى والمصابين الجراء العدوان الإسرائيلي. موقف مصر أيضا ثابت في أهمية الوصول إلى حل الدولتين من خلال دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. لم يغب أيضا عن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأزمات والقضايا العربية سواء في العراق أو في ليبيا أو في سوريا أو غيرها. أيضا الشغل قضية سد النهضة وإزاي مصر حريصة دايما على التفاوض وعلى السلام، وأمضت يعني كما أكد الرئيس عقدا من الزمان في تفاوض لم يفضي إلى شيء في النهاية، في ظل محاولات فرض سياسة الأمر الواقع والقرارات الأحادية أو محاولات الإضراب بمصر. مصر تسعى بكل جهودها للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم وشامل حول تشغيل سد النهضة. كل اتسمت كلمة سيادة الرئيس بالشمولية، تناولت كل شواغل العالم سواء مهدداته وضرورة إرساء قواعد العدالة الدولية ما بين الدول، مساعدة الدول النامية والدول الأفريقية، أيضا حل أزمات المنطقة بحلول سلمية. جسدت بالفعل كل ملامح السياسة المصرية اللي تتبناها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الرازق توفيق، مدير تحرير جريدة الجمهورية. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثة مع عثمان الجراندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن. تناولت المباحثات التنسيق بين البلدين في التصدي للتحديات المشتركة وتعزيز آليات العمل المشترك ومناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وخلال لقاء عقده مع وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية توسيع نطاق التعاون مع دول الاتحاد خلال الفترة القادمة لتحقيق مصالح الجانبين، مع أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري. تقدم رئيس السيسي الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مسجد المشير. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر اليوم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. والفقيد بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بأحرف من نور في التاريخ المصري. قائد ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر. وقدم سيادته العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص سيادته على حضور مراسم الدفن. أدانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان ولجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في مرحلة هامة في تاريخ البلاد. كما أكدت مصر حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية. أدانت الولايات المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس مواصلة بلاده لدعم السودان في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي. وأكد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان خلال تفقده معسكر الشجرة الذي بدأت فيه محاولة الانقلاب، أكد حرص المجلس على حماية المرحلة الانتقالية. في محاولة فاشلة لتغيير مسار الثورة السودانية، قالت السلطات إنها أحبطت محاولة انقلاب متهمة متآمرين موالين لرئيس المخلوع عمر البشير بالضلوع في تلك المحاولة. الجيش السوداني قال في بيان له إن 21 ضابطا وعددا من الجنود اعتقلوا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب، وأن البحث جاري للقبض على بقية الضالعين فيها، مشيرا إلى أنه استعد السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبر الانقلاب. وفي زيارة للمعسكر بعد فترة قصيرة، ندد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بمحاولة الانقلاب، قائلا إنها كانت ستكون لها عواقب وخيمة على وحدة الجيش والبلاد. كل قواتنا النظامية كلها احنا الآن على قلب رجل واحد، وانا لدي معايا اخونا محمد حمدان عشان ما في زول زايد يقول صدعنا السريع براه وراس الجيش براه. كلنا دايرين نصلح على البلد دي ودايرين نلم القوى السياسية، بنتكلم معاهم يوميا قاعد نقول لهم الكلام ده، ان نوحدوا الحرية والتغيير، قلنا لا توحد يا توحد يا الحرية والتغيير زي ما كنت يوم 11، جيبوا معاكم القوى السياسية الثانية وتعالوا كلنا نمشي سوا مع بعض عشان نطلع بلدنا، عشان نحافظ عليها، عشان نحميها، ولسه حنظل نكرر الكلام ده لغاية ما يتحقق هذا الأمر.
أما رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من جانبه قال إن محاولة الانقلاب استهدفت تقويض الانتقال نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الانقلاب سبقته محاولات لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في البلاد خاصة في الشرق. وتشير محاولة الانقلاب إلى المسار الصعب الذي تواجهه حكومة أعادت توجيه مسار السودان منذ عام 2019 لتنال إعفاء من ديون مستحقة عليه لدول غربية، ويكافح أزمة اقتصادية حادة، ويواجه تحديات ممن لا يزالون موالين للبشير الذي أطيح به من السلطة عام 2019. ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 مليون ألف حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 4,723 ألف حالة. يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 43 مليون، بينما تجاوزت حصيلة الهند 33 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة. كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم. في تطور جديد لجائحة كورونا، كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم، والتي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها. ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن متحورة دلتا هي الطاغية فعليا حول العالم، حيث تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن، فضلا عن أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت مثل سارس كوف 2 والذي تسبب بكوفيد 19. وأواخر العام الماضي مع بدء ظهور متحورات لفيروس كورونا شكلت خطرا أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق، وقررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم البلدان التي ظهرت فيها للمرة الأولى. وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضا خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، ولكن المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوفا قالت إن ثلاثا منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بكورونا حول العالم، حيث أظهر إحصاء لرويترز أن نحو 230 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، في حين اقترب إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين شخص. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه تم تسجيل 10,454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت، ليصل العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 4,160,000 حالة. أفادت البيانات الصادرة عن المعهد أنه تم أيضا تسجيل 71 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 93,123 حالة. في الهند سجلت وزارة الصحة 26,964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، يرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى أكثر من 33 مليون حالة إصابة. وذكرت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا في الفترة ذاتها 383 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 445,768 حالة وفاة.
سجلت السلطات الصحية في أستراليا أكثر من 1600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت، يرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء لأكثر من 90,000 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء تداعيات فيروس كورونا في البلاد أكثر من 1000 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة. يأتي ذلك بينما تظاهر المئات في مدينة فيكتوريا أكبر ثاني مدن أستراليا مرة أخرى ضد إجراءات التطعيم في مجال صناعة مواد البناء لإلزام الحكومة بسرعة تطعيم العاملين في هذا المجال. ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا قرب مدينة ملبورن، وهو أحد أكبر الزلازل المسجلة في البلاد، وتسبب بإلحاق أضرار في المباني في ثاني أكبر مدينة وحدوث توابع في أنحاء الولايات المجاورة. أظهرت صور إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في ملبورن بسبب الأنقاض، في حين قال سكان في الأجزاء الشمالية من المدينة إن الكهرباء انقطعت عن منازلهم، وقال آخرون إنه تم إجلاؤهم من المباني. وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر والأقاليم الأسترالية. ختاما نذكر بأهم عناوين الأخبار. ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل في أسرع وقت لاتفاق متوازن وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان وتؤكد دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي. زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا ويؤدي لأضرار بالمباني في مدينة ملبورن. إلى اللقاء.